الآب والابن والروح القدس الآن واحد أمين. حلقة جديدة مع قناة دكتور أوجستين. رجاء محبة الانتباه. ضغط زر الاشتراك وتفعيل زر الجرس والانتباه. اختفاء سميرة خلف إبراهيم 17 سنة مركز قلين محافظة كفر الشيخ ولا أحد يعلم عنها شيء. صورتها الموجودة قدامنا على الشاشة على الفيديو. مفيش حاجة اسمها إن هي تطلع يتقال إن هي غيرت دينها. كفاية بقى هبل، كفاية هري. لازم يبقى فيه جلسات نصح وإرشاد. ده إن أصلا اللي خطفوها كان ده السبب. والمطلوب ارجعها أمنيا إن هي ترجع لبيتها. ضروري المشاركة يا جماعة، مش عايزين نسكت على الحق وعلى نجح. وشوفنا بعض النوادر اللي حصل فيها ارجاع من الامن للفتيات، فنتمنى ان ترجع كل الفتيات المختفيات والفتيات التي تم اجبارها على تغيير دينها او لم يتم. هفترض ان لم يتم، لازم يكون في جلسات نصح وارشاد من جانب الكنيسة، ويكونوا ناس شداد، ناس بتعرف في الدين صح. قبلكم فيديو جديد مع قناة دكتور جوستين. رجاء محبة مشاركة الفيديو وعمل لايك وتعليق، وجديد على القناة وضغط زر الاشتراك وتفعيل زرار الجرس. شكرا. وصلوا لأجلها، وصلوا لأجل كل بنت حصل مع الموقف ده والأهل البنت. وانتبهوا لبناتكم وولادكم. شكرا.